أبو حمد، أول ألبوم رسمي لك وهو كانت الانطلاقة والشهرة، اللي هي محبوب قلبي. أي أيوة والله عام محبوب قلبي 88 يضحك. ميلادي. فاحكي لنا عن فكرة الألبوم وكيف يعني كنت قبله وما الألبوم بعده هذا يعني. كنت مع الشاعر عبد المحسن السليمان وكتب الكلام هذا، وكان وقتها عنده يعني أشياء في نفسه، كتب الكلام وكنت أنا موجود رحمة الله عليه وأعطاني الكلام، كنت أنا وأنا معه بين حوار جالسين كذا وأنا يقول الكلام وأنا دندن ولحن اللحن هذا. أنت لحنت؟ أي لحنتها، كان لازم ننزلها في بوم كذا، قلت خلاص يلا مي مشكلة. أنت قبلها ما عندك أي ألبومات، بس اي جلسات يمكن خاصة؟ اي نعم، كنا تقليد مع الفنان، بس الشريط هذا كنا انا وياه رحمة الله عليه سوى الكلام، ورغم ان هذا الشعر ترى والله من ابرز الشعر، شوف توفى عشان ما يزعل عليه، توفى كان دفتره ب40 بس الكلام اللي جوا ذهب، كلام يعني صراحة من الشعار اللي على الأسف الشديد انه ما طلع. طلعت هذا محبوب قلبي راح، بس المفروض انه هو من الشعار اللي ما له مكانته في الساحه، ولكن هو بعد ترى بعد الله يبيح منه من ما كان حريص واجد، ما هو حريص هذا، مو حريص واجد، بس كلامه صراحه يعني يدخل القلب على طول. كان عنده اعمال ثانيه قبلها ولا؟ لا لا لا، يمكن انا الوحيد اللي تعاملت معه. كنا انا وياه سوا يعني، وكتب الكلام، قلت ايش رايك والله الكلام ذا جميل، قال خلاص خلنا نغني، قلنا يلا. كان وقتها علي سعد قلت لك تبع له ترى الذهبيه، جمعنا اربع اغاني من ضمنها يا صاحبي ولا تسال عني الحبيب ورهنت قلبي اتوقع كذا، وغنيناه ونجح الشريط، صار لها صدى يعني هاك الوقت، وغنه الشباب في الجلسات وفي اليوتيوب اسمع ناس غنونها واجد، صارت تغنى في الاعراس اي اي كانوا يغنونها، طبعا كل واحد يستانس يعني يفتخر ان اغنيته ماشيه، والكلام صراحه هو اللي يعني ابرز اللحن. وين سجل؟ شلون رحتوا؟ كان الاوتار الذهبيه؟ الاوتار الذهبيه الله، كيف رحتوا لها؟ كيف؟ كيف رحتوا لها يعني، او كيف تم هو اللي جانا يعني الوقت كان علي سعد يسمع الفنانين اللي لهم يعني المجال جلسات وهذا، يقول ودي انك تسجل، قلت يلا وافقت هي اساسا، كنا نروح له، كنا بنروح له جانا وسويناها عند هتاف حق سلام العبد الله يرحمه، الله يغفر له ويرحمه، وكان وقت علي سعد هو اللي يعني ماسك الشغله كلها يعني، كان لذاك الوقت سمعه طيبه ينتج، الان خلاص ما عاد في انتاج، الحين النت الحين قفل على الجميع من زمان، اي قفل على الجميع، ما عاد في شرطه، ما عاد في انتاج الحين، الحين صار النت الان تتغنيها الحين في يعني في خلال 5 دقائق توصل فرنسا، صار الانتشار واسع في النت. سوينا هذا البوم ونجح وصار له صوت طيب. تذكر كيف انتشر؟ كيف الناس ردت فعل الناس؟ أيوة الصحافه، الاعلام، اي هي كان له وش اللي صار؟ لا يعني كان انا مسكت عليه، كان اول يكتبون في الشريط باللون، كان اول ما نزلناه لون ازرق، شويه اشوف مع واحد بلون احمر، عرفت ان الرجال يطبع، ايه عرفت ان الشريط انتشر. كم طبعت تعرف؟ هو ما يعلمنا طبع، بس الالوان هي اللي تبين لنا، شريط طبعه الاولى، طبعه الثانيه، طبعه الثالثه، طبعه الرابعه، معناته انه ماشي. من هو اللي ما يعلمكم؟ صاحب الانتاج ما يعلم. من هو؟ علي سعد. اي ليش ما يعلم؟ لانه لو شاف انتشاره واسع بتطلب منه زياده فلوس. عشان كذا ما يعلمنا. كم اخذت بس مقابل؟ والله هاك الرجل جيد يا اخي، حبيبي. نعم الرجل. كم اخذت مقابل هذا العمل يعني وقتها؟ وقتها ادري والله وقتها، بس كان ذاك وقتها كان الألف له دور، بس انا ما اخذ ذا اتوقع 12000 على الالبوم كامل. أيوة ولا 12000 بس كانت 12000 وين؟ انا شاري 222000 وقت جديد، فيها نشتري 22000 وش ذي؟ الحين موتر موديل 2001 قيمته 35 ذا الحين، اختلف النظام. و
علي سعد ذاك صراحة تعامل مع جميع الفنانين وسمعته طيب الله يعطيه العافية. طيب بالنسبة